ولا يزال التحكيم الأفريقي النقطة السوداء في القارة الأفريقية زي ما حضراتكم شفتوا. هزيمة النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء من النجم الساحلي بفعل حكم المباراة الحكم البتسواني، وعلى رأي أسامة حسني الحقيقة يعني هي بتسوانا فشكورة عشان يعني يبقى هل من الممكن أن تكون بتسوانا مثلا؟ عايزين نشوف ترتيبها كام في رانكينج بتاع المحترفين اللاعبين أو الدول المحترفة، وبالتالي حكم لا يستحق الحقيقة إلا احنا نتكلم ونقول إن هو بالفعل حكم أسوأ ما في هذه المباراة. ولكن على الرغم من كل اللي أنا بقوله لحضراتكم ده، عايز أقول لكم إحصائيات مباراة النادي الأهلي ونادي النجم الساحلي. فريق مطرود منه لاعب في أول 10 دقائق أو في الدقيقة 13 من عمر المباراة، ونسبة الاستحواذ بالنسبة لنا بالنسبة للنادي الأهلي 62%، ونسبة الاستحواذ بالنسبة للنجم الساحلي 38%. وبالتالي هو ده أو الاستحواذ أو الإحصائيات اللي أنا بقولها لحضراتكم دي هي شكل المباراة، وهي اللي بتدل على أن الحكم كان له الدور الأكبر في هزيمة النادي الأهلي النهاردة الحقيقة، لأنه الراجل بدأ المباراة. أو هتكلم بقى مع ضيوفنا الكبار الكابتن محمد حشيش، الكابتن عادل عبد الرحمن، كابتن أسامة حسني، نتكلم معهم أكتر فنيا فيما حدث في هذه المباراة على الرغم من سوء الحكم. كابتن حشيش هارد لك، ولكن هزيمة بفعل فاعل. هارد لك طبعا النادي الأهلي، طبعا حكم الناس كلها طبعا شايفه طبعا يعني طرد في اول 13 دقيقه بتلعب بره ارضك وبتطرد منك واحد ما كانش متردد يعني كابتن حشيش، ولكن بتسوانا على مستوى افريقيا رقم 148 في العالم، 148 في العالم يعني بتتكلم على حكم دون المستوى. طبعا النهارده الحكم 100% هو اللي خسرك المباراه، لانك لما تشوفه المباراه ككل برغم الطرد اللي حصل لك في اول 13 دقيقه انت بتنقل يعني مستحوذ على الكره. الاستحواذ في الاحصائيات 62 ل 38 في المباراه كلها وانت ناقص لعيب، دي حاجه تحسب طبعا للنادي الاهلي. النجم الساحلي يعني برغم التفوق العددي انما هو ما وصلش للنادي الاهلي المرمى. النادي الاهلي هي طبعا الكوره اللي جت هدف، طبعا تمركز خاطئ من رامي ربيعه ومن ديفنس النادي الاهلي في الهدف. بقيه المباراه انت بتنقل، كمان الظروف الصعبه اللي جات لك انت عشان تعمل برضو تغيير كويس، بيتصاب علي معلول مفتاح لعبه عندك من ناحيه الشمال، برغم كده انت ماسك نفسك وانت الاخطر والفرقه الثانيه اللي قدامك هي اللي بتدافع وخايفه وبتلعب على الهجمات المرتده. طبعا هارد لك للنادي الاهلي، لازم طبعا في البدايه لازم نشوف حل طبعا في موضوع التحكيم ده، لان التحكيم ده انت مهما هتعمل لو بالصوره دي هيخسرك مباريات زي دي. كان ممكن انت لو انت كامل العدد النهارده كابتن حشيش ده كره رمضان صبحي اخر المباراه خالص، مش ممكن اللي هي على ال 18 من ناحيه الشمال طبعا. فاول رسمي للناس، فاول 100% وانذار للناس اللي ما شافتش المباراه، اخر في الدقيقه 93، في الدقيقة 93 كرة رمضان صبحي رقص اثنين وداخل بره ال 18 طبعا، لكن فاول ممكن يجي منها جول، يجي منها هدف التعادل. غير الفاولات العكسية اللي حصلت في نص الملعب، وبعدين يجي يدي لك انذار خايب للاعب التونس في الاخر، في اخر خلاص في الوقت الاضافي. طبعا الحكم مكتف لعيبة النادي الاهلي، الراجل فايلر عمل التغييرات المطلوبة على حسب طبعا سير المباراة وعلى حسب الطرد وعلى حسب الإصابة اللي جت برضو لعلي معلول مفاجأة. إنما أنا شايف إن يتحسب للنادي الأهلي، يحسب للنادي الأهلي النهاردة إنه برغم النقص العددي ماسك كورة ومستحوذ ومنهارش خالص. طبعا أي حد في الظروف دي النقص العددي كان ممكن الأهداف تزيد. النجم الساحلي أنا مش شايف إن هو عمل حاجة تستحق غير الكورة اللي هي غلطة أساسا من دفاعات النادي الأهلي. بقول لجمهور النادي الاهلي النهارده ما يزعلش على طبعا الهزيمه دي، لان طبعا بفعل فاعل زي ما قلنا. اعتقد ان شاء الله باذن الله المباريات اللي جايه لسه طبعا دوري المجموعات لسه طويل، وان شاء الله باذن الله يبقى في تعويض باذن الله. كابتن عادل، على الرغم من الاداء التحكيمي السيء، ولكن الاهلي استحوذ اثناء المباراه او طوال شوطي المباراه بشكل كبير جدا. يعني عايز اقول لك انه هارد لك للنادي الاهلي، اولا مباراه تكتيكيا جيده جدا. اي فرقه بتطرد منها لاعب في الدقيقه العشرة بيحصل لها خلل، وخلل كبير، وبالذات انت بتلعب بره ملعبك. لكن انت ما حسيتش لعيبه النادي الاهلي، ما حسيتش الناس ان هم بيلعبوا بره. الحاجه الثانيه المهمه، انا عاوز ارجع بس يا كابتن اسلام للحكم علشان
في نقطة مهمة جدا لازم اتكلم عليها. الكور الطولية الحكم بيبقى بعده عن اللاعب حوالي 25 ل 30 يارد. ليه؟ لأنها كرة طويلة. مش هجمة منظمة هو بيمشي معاها. المفترض مين اللي بيحسب دي؟ لو في لو في فاول اللايد مان ما بصلوش، واخد قراره، انتهز الفرصة، ادى طرد الأيمن أشرف، خلل كبير قوي. اخر كوره بتاعت رمضان صبحي اللي انت اتكلمت عليها كابتن اسلام دي بتبعد الخطوره عن النجم، ودي من الحاجات اللي الحكام لما بيجي يكتف فرقه بيعملها. يعني اهم نقطتين انه يبعد الخطوره عن الفرقه اللي هو عايزها تكسب. يعني انا بجزم ان فعلا التحكيم بيفسد طبعاً الكوره في افريقيا. يمكن احنا لو عندنا تحكيم مميز في افريقيا هتبص تلاقي الكره بقت افضل، الكره بقت احسن. ولكن النادي الاهلي تكتيكيا النهارده والتغييرات اللي عملها المدرب، عمل تغييرات جيده جدا وكان في ثبات منه. يمكن عدم استعجال، لعب حوالي 15 دقيقه بنفس الفرقه عقبال ما فكر ونزل اللاعب ونزل محمد هاني ودخل احمد فتحي جوه وطلع محمد هاني. وبعدين التغيير الثاني والاصابات، والاصابه اللي جت لعلي معلول زي ما قلت يا كابتن حشيش مهمه جدا طبعا. كانت علي محور برضه تغيير وفي الفتره الاخيره علي معلول الحته الهجوميه عنده جيده جدا، فالمفترض ان انت هتشتغل عليها. ولكن في الاخر عايز اقول لك ان هي مباراه في مجموعه، لازم نشيد باللعيبه ان هم طبعا. اي فرقه في الوقت ده ان هي بترد منها واحد في الدقيقه العشرة، لو الفرقه اللي قدامها جيده كانت ممكن تكسب كتير سكور. لكن النادي الاهلي ثبات انفعالي من اللعيبه، دي رقم واحد. اداء متميز قرب الخطوط كلها من بعض، ودي رقم اثنين. رقم ثلاثه الجراءه والجساره اللي عملها المدرب جيده جدا. ولكن في الاخر اقدر اقول لك انه ان شاء الله النادي الاهلي انا بطمن جمهوره ان يعني مباراه والناس شايفه ايه اللي حصل، ظروف مباراه والناس شايفه ايه اللي حصل. يعني احيانا بتطلع خسران من الفرقه بيبقى عندك تاثير فبنتكلم. يعني انا واحد من الناس لو كنت شفت تاثير من لعيبه النادي الاهلي كنت اتكلمت وقلت ان في تاثير، ولكن التاثير في من حاجه خارجه عن اراده اللاعبين وخارجه عن اراده المباراه. يعني انا بقول النجم ما كسبش، الحكم هو اللي كسب. انا عايز اقول بس كلمه يعني تكمل للكابتن عادل قبل ما الكابتن اسامه يتكلم. التعمد على يعني افساد هجمات النادي الاهلي والكلام ده بانت في كره رمضان، وبعدين لما تيجي تشوف الشوط الثاني كله بالتوقفات دي كلها بيحسب 3 دقائق وقت اضافي. فدي برضو حاجه يعني اصرار غير عادي من الحكم ان هو يخلي المباراه تمشي اتجاه واحد. يعني مظبوط. على الرغم من الهزيمه يا كابتن اسامه، ولكن اداء النادي الاهلي داخل الملعب مطمئن. طبعا ما نقدرش نتكلم عن اداء اللاعبين النهارده. يعني في البدايه هارد لك للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني علشان توقف فريق بحجم النادي الاهلي بصيحته بكورته الحلوه دي. لازم تتدخل وتعين حكم مرتشي زي ده. صح. حكم مرتشي وزنه زايد، بانت قراراته في اول دقيقه في المباراه، محجم فريق النادي الاهلي في الفاولات. كل ما بتبدا تحط رتم سريع في اللعب عشان تقدر تشتغل تلاقي فاولات كتير خايبه بوقف اللعب. طبعا طرد ايمن اشرف طرد لا يستحق. الكره ما كانتش اصلا في حوزه المهاجم، لو في حوزه المهاجم مسيطر عليها وبدا يروح هنقول فيها كلام. النهارده اصلا المهاجم ما سيطرش عليها، فالنهارده ما فيهاش خطوره. وكمان الكارت الاحمر كمتسرع، حتى لو هي فاول زي ما بقول كان ممكن يبقى فيها انذار اصفر. انذار اصفر، لان الكره اساسا يا اسامه معلش يعني ما فيهاش خطوره، هي كره متعلقه لسه، متعلقه لسه. انا قلت لك ان هو بعيد عن الكوره ب 25 يارد. حتى يا كابتن، لا معلش يا كابتن عادل، احنا للاسف مش قادرين نجيبها. ولكن حتى لو في خطا من ايمن اشرف، حتى لو لمسه ماشي هنعتبر ان هو لمسه، لكن انا شايف ان هي بعيده خالص عن الكره. المهاجم كمان بيجري، كلنا اتفاجئنا يا كابتن، والمهاجم بيجري اصلا مش باصص على الكوره، الكوره وراه ولسه الكره مش في حوزته. عارف لو سيطر عليها يبقى فيها كلام تاني. انا كنت فاكر انه اخطا في الكارت، عاوز يطلع كابتن عادل. انت عارف كابتن عادل بيقول لي ايه؟ كابتن عادل بيقول لي لا هو بس طلع الكارت غلط فهيرجع يطلع. بجد احنا بنتكلم بجد، لانه ما فيش الداعي انك تطرد. يعني لعبه فيها، وبعدين ده اول احتكاك، يعني اول احتكاك بين اتنين في المباراه. انت عارف لما يكون برضو في مثلا المساك خطا والتاني والتالت، يعني انما دي اول كوره
كرة لسه متعلقة. بس عايز برضو نشوفها تاني، نشوف اللايزمان. اللايزمان ولا رفع ولا عمل أي حاجة. المفترض يا كابتن الكرة دي اللايزمان بيرفع بيعمل له بيعمل اتجاه بيمسك التيشيرت بيقول له مسك، فممكن وبعدين يعمل له في هنا ممكن يحط ايده على جيبه في ناحيه وعلى جيبه في ناحيه. جيب دي ممكن يبقى اصفر، جيب ده ممكن يبقى احمر. انا ما شفتش اللازمان التدخل خالص. اقول لك على حاجه غريبه كمان في الشوط الثاني، في فاول على النجم الساحلي راح مشاور على النادي الاهلي وبعدين بص كده لانه مشاور غلط. مشاور غلط فراح حاطط النادي الاهلي لعب الكوره وراح يعني دي يعني واضح ان هو انت عارف لما كل واحد اتجاه واحد هو بص ناحيه اتجاه واحد في اخر المباراه عايز يعني يحبك بقى الموضوع شويه فبيطلع انذار للاعب مش حلو انه بيضيع الوقت في اخر ثانيه في المباراه. يعني انذار ملوش قيمه. هو عايز يبين عايز يوزن انه عادل يعني انه هو يعني ماشي. لكن النهارده بقى الشيء اللي طمنا بعد طرد ايمن اشرف وانت بتلعب ناقص، لا ظهرت كمان شخصيه اللعيبه داخل الملعب. برافو عليك. ده الشيء اللي يدعوك انك يعني صحيح. تكون النهارده فخور حتى برغم الخساره. النهارده انت بتفتخر بلعيبه النادي الاهلي. في وقت كتير كنا بيخسروا كنا بنطلع وننتقد، لكن النهارده لا، ده وقت اشاده النهارده انك انت عندك الشخصيه، عندك الاستحواذ اللي اتقال النهارده بالارقام، عندك الاستحواذ الاكبر. حته الهدوء عند اللعيبه، ما فيش استعجال، حته تقارب الخطوط كان موجود، لكن هي عمليه طبعا ان في واحد مطرود منك فنقصك اكيد في النواحي الهجوميه. كمان ويا ريت نتشارك كلنا في هذا الموضوع، لو اللي اتطرد منك مهاجم او واحد في وسط الملعب ما عندكش يعني تتظبط محلوله ممكن تتحل محلوله بدليل ان الراجل فضل حوالي 10 دقائق ربع ساعه. ده عجبني جدا ان هو استنى ال 10 دقائق ربع ساعه دول يشوف الموضوع هيبقى ماشي ازاي ويفكر ازاي. الحاجه الثانيه الايجابيه النهارده اللي عجبتني ظهور ديانج النهارده. ديانج النهارده بظهوره في وسط الملعب، ما خلي بالك في برضه حاجات يعني النهارده ربا ضاره نافعه زي ما بيقولوا. اكيد درس النهارده جديد لفايلر انه صحيح. يعني هيطلع منه بحاجات هيتعلم منها في المدرسه الافريقيه. ممكن في مباريات مش شرط ان العب الكره الحلوه دايما، لكن انا عايز اطلع بالمكسب من المباراه. النهارده حته السوليه مع قفشه مع وليد سليمان في نص الملعب ممكن تمشي في الدوري المصري، ما فيهاش ضغط كبير. مش عارف يا اسامه، انا ممكن اختلف معاك في النقطه دي لانه الحقيقه ان انا شايف ان هم ما راحوش للجون خالص. انا معاك في الكلام ده، لكن يعني انا خليني اكملها لك وبعدين هسيبك تتكلم. فانا قصدي اقول لك ايه، ان انا هي نقطه الضعف اللي كانت هتبقى واضحه ايه، ان انت يروح عليك كرات كتيره صحيح، او ان انت مش ماسك نص الملعب. فيبان الخلل في الحته دي. الضعف لا، انا النهارده بتكلم على ظهور ديانج في الوقت اللي خده وانت بتلعب ناقص، كان عندك اتزان قوي في نص الملعب. فالنهارده ممكن فايلر يبدا يفكر في واحد زي ديانج يبقى مكسب بقى في خط وسط الملعب، ممكن يعوض الدور اللي كان بيقوم بيه حمدي فتحي. فعشان كده بقول لك النهارده ربا ضاره نافعه. مباراه زي النهارده اكيد في ايجابيات كتير كلمنا عنها، حته الشخصيه وحته الاستحواذ وحته عندك الهدوء وحته انك بتلعب ناقص والنجم الساحلي ما راحش عليك بفرصه. هي الخطا الكره اللي في القلب التمركز كان خاطئ فيها، لكن مفيش ما شفناش بقى وانت بتلعب ناقص هجمات من اليمين ومن الشمال ومن القلب. لا كنا بنشوف قبل كده. هي دي النقطه يا كابتن. اصعب ظروف لمدرب بيلاقيها في ماتش خارج ملعبه 13 دقيقه طرد. بعد كده الراجل فكر شويه وبعدين عشان يسحب وليد سليمان ونزل محمد هاني ناحيه اليمين ويدخل احمد فتحي، وبعدين رجع تاني الباك ليفت بتاعك وانت عايز تعوض اتصاب الباك ليفت اللي بتعتمد عليه في مفتاح اللعب بتاعك الاساسي، تحول احمد فتحي يلعب باك ليفت وتنزل. يعني بص تغييرات انت يعني كل دقيقه بيجي لك ظرف اصعب من الثاني بتحاول توزن المباراه، ومع ذلك في خلال الفتره دي كلها ما حسيتش ان في فارق قوي ان النجم الساحلي مثلا راكب ولا في خلل ولا في حاجه. كل ده يا كابتن، ولكن هناك بعض العصبيه يا كابتن عادل في اداء بعض اللاعبين. لو العصبيه دي يعني انا اتمنى مثلا ان انا رمضان يقلل العصبيه شويه. طبعا اتمنى ان شحات برضو كان عصبي. حسين شحات نفس الكلام. العصبيه برضو دي احنا محتاجين ان احنا نقللها شويه، لان كان العصبيه دي بعد كده هنخسر منها كتير. هي ممكن برضو اسلام كان فيه استفزاز برضو جامد، انت عارف دي طبيعه اللعيبه. ايوه يا كابتن معلش، ما هو لازم انت اذا كان هناك استفزاز انت كراجل محترف وكراجل النادي الاهلي باسم النادي الاهلي، موضوع العصبيه ده انا ما بحبوش بصراحه، لانه بيطلعك من التركيز. بيتعصب طبعا بيطلعك من التركيز. بص يا كابتن اسلام، ده في الحياه عموما، كلام مش في كره القدم بس. صحيح كابتن اسلام، الكلمه دي لازم ويجب ان لعيبه النادي الاهلي في مخهم حاجه واحده بس، الفورمه العاليه اللي هم فيها
الادائهم المميز اللي متواجد لقوا ظلم حكم، ده رقم واحد. طبعا كانوا ماشيين كويس فلقوا ظلم حكم. رقم اتنين، رغم هذا احنا مش متعودين على النادي الاهلي يبقى فيه عصبية، لازم نستفيد من الدروس دي كلها طبعا. واحد اتنين، حاجة مهمة قالها كابتن اسامة حسني وصدق عليها كابتن اسلام، اللي هي حتة اني انا بستفاد من المباراة. يعني انا فايلر اكيد اكيد كلنا المدربين، كل مدرب بيعمل كده اكيد بيستفيد من المباراة اللي كسبها او اللي خسرها، ايجابياتها وسلبياتها. اهم ايجابيات للنادي الاهلي النهارده الشخصيه، الشخصيه القويه، عنده ثقه انه يقدر يرجع. اهم سلبيات النادي الاهلي النهارده ان انت عايز تكسب من الاول، فدي ممكن هو يستفيد منها بعدين، اللي هو حته لعب شمال افريقيا غير لعب الفرق الافريقيه اللي هي مازيمبي او اي فرقه افريقيه تانية. اللعب ده ممكن يبقى فيه عصبية وعدم تكتيك عالي، انت بتلاعب فرق رغم ان هي ممكن تكون في الوقت الحالي زي النجم في الوقت الحالي مش فرقة من الفرق الكبيرة يا استاذ في الدوري، ولكن انت بتلاعب شمال افريقيا، الناس اللي بتعرف تضيع وقت، الناس اللي بتعرف تنرفزك، الناس اللي بتعرف تخرجك عن الاطار دي. الحاجات دي اكيد الفايلر هيتعلمها النهاردة وهيشوفها وهيدرسها كويس قوي، لان لما تيجي تعمل احصائية مباراتك المدرب بيشوفها غير الجمهور، المدرب بيشوفها في الواجبات اللي قالها وتطبق منها قد ايه، والناس بتشوفها في الاخراج العام الاخير، لكن هو هيشوف المهام اللي مديها لعيبته ازاي. اللعيبه ممكن يكون حد خرج على النص نرفز نفسه يقدر ان هو يشد اللي جنبه ويشد اللي جنبه. انا شفت اجايه النهارده في لقطه ما كنتش اتمنى انه يعملها، اللي هي لقطه الاندفاع، حماس مطلوب، ولكن الاندفاع اللي هو خد الفاول وخد في الانذار فيه كان في تهور، وتهور كبير. صح. شدد الفرقه. صح. الظروف صعبه وكل حاجه، ولكن طول عمرنا فريق النادي الاهلي واخد على الظروف الصعبه. فريق النادي الاهلي لازم يعرف حاجه، انه مش مطلوب انه يبقى يتسيد افريقيا على طول، لازم الناس تفهم دي، ولازم الناس تفهم انه في طرق كتيره قوي ممكن توقف في النادي الاهلي. فالنادي الاهلي لازم يعي للكلام ده ويعرف انه في لازم يفسد كل اللي بيتعمل منها النهارده. النهارده لو كان زي ما كابتن اسلام قال، لو كان في هدوء شويه كنت ممكن ترجع، ممكن ترجع للمباراه. لا بالعكس يا كابتن، انا بقول كده ليه؟ لان انا بقول كده لانه احنا الحقيقه النهارده اللعيبه ابطال، اللعيبه قدوا ما عليهم. من وجهه نظري، ما اعرفش لو حضرتك تتفقوا معايا ولا لا، متفق مع اللعيبه والمدرب، اللاعبين وهدوء ريني فايلر الحقيقه ودانا للشكل اللي انا بقوله، ان احنا عملنا استحواذ جيد جدا اثناء المباراه. ما كناش على الاقل لما كنا مطرود مننا واحد، او لما بيخش فينا مطرود مننا واحد وبيخش فينا جون، كنت بتلاقي الدنيا فتحت شويه. لكن النهارده لا، انت تلاقي لعيبه واقفه على رجليها، لعيبه عندها جري، عندها اصرار وعزيمه ان هي تاخد الكره في كل وقت. كان ناقصنا بس سنه العصبيه دي تقل. ما انا بقول لك كابتن اسلام، يعني انا كانت وجهه نظري انه دائما اللاعب بغض النظر عن اي حاجه، الشد العصبي بيخليك انت، هديك يعني اديك احصائيه فكريه شويه في حته طرد اللاعب، وبالذات طرد اللاعب اللي ورا، بيحمل اللعيبه حوالي من 20 ل 25% من كم الجري اللي بيجريه لازم يزوده. طبعا هتبص تلاقي ان اللعيبه المجهود الزياده اللي بيعملوه عشان واحد ناقص بيديهم قرارات خطا، مع النرفزه تدي طبعا قرار خطا أكتر. فعلشان كده الانضباط في حته الـ 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 العصبيه، لو في انضباط في العصبيه اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل انك انت بعد فتره من الفترات المباراه هتنسى اللي عمله فيك الحكم، هتقدر تلعب كورتك، القرارات بتاعتك مش هيبقى فيها استعجال، لان العصبيه بتجيب استعجال. الجري ما بين الخطوط المفترض في في العشره اللي بيلعبوا غير التسعه اللي بيلعبوا، التسعه اللي بيلعبوا في عندك نقص حوالي 11 كيلو جري في المباراه من لاعب، لان معدل الجري بيبقى 110 او 120 كيلو في للفرقه كلها. طبعا. انت المعدل بتاعك ما بين الطرد اللاعب، انت بتتحمل، كل لاعب بيتحمل حوالي مثلا
لو حسبتها بيتحمل بيتحمل حوالي مثلا كيلو زياده او اكتر في الجري، فده بيدي كرات خطا. فهي الحاجه المهمه للنادي الاهلي النهارده اللي عملها ان انا شايفها ان لياقه اللاعبين لياقه عاليه جدا. انا ما شفتش لاعب عنده كرامب الا بس علي معلول طلع وممكن تكون ضربه او فيها حاجه حصلت، ولكن ده من المجهود الزياده اللي انا قلت عليه، واللي يتحملها اكتر المجهود الزياده انت متاخر هدف اللي بيتحمله اكتر بالنسبه لنص الملعب وبالنسبه للمدافعين. عشان كده علي معلول بيجري الخطوات، لازم هو اللي يستعوض اللاعب اللي هو السيرد باك، الاطراف اللي بتستوعب بتستوعب بتغطي على النقص اللي حصل من المساكين، النقص الكام كيلو اللي اتعمله. ولكن في الاخر اداء متميز، قوة بدنية عالية قوي، ولازم نحط تحتيها كم خط، لان النادي الاهلي في الفترة دي خفيف الحركة، عندهم مرونة ورشاقة كويسة، واقفين على رجلهم طول المباريات اللي فاتت، والمباراة دي المجهود الاعلى اداهم. انا شايف في اخر دقيقة انت عندك اصرار وعاوز تهاجم ونسيت انك انت مطرود منك واحد. شخصية النادي الاهلي النهاردة بانت، شخصية النادي الاهلي كفريق وكجهاز بانت في ان انت بتلعب ناقص من بداية المباراة وبتلعب ضد النقص ده وضد الحكم، وعندك اصرار وانت ناقص بتلعب خارج ملعبك ان انت بان شخصيتك ان انت الوضع الطبيعي. يا كابتن عادل يا كابتن أسامة في 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 الحتة دي وانتم مدربين وعارفين انك خلاص انا اطلع باقل الخسائر بقى، أأمن دفاعاتي كويس عشان ما يجيش فيها جون والتاني والتالت، وابتدي ان انا يعني اظبط نفسي يبقى شكلي كويس. انما لا، النادي الاهلي بادر، كان بيبادر بالهجوم، ما استسلمش كل التغييرات عشان توزن برضو الحته الدفاعيه مع الحته الهجوميه، مش تغييرات دفاعيه صرف انه هيقفل الملعب بقى واستنى نلعب على المرتد، لا ده بيكمل وانت ناقص. لعب باثنين، لعب بأزار ولعب بأجيه، يعني بتلعب باثنين راس حربة في ظل الاجواء الغريبه، وكل ما بتعدل شويه المباراه بيجي لك ظرف تاني تبقى اصعب من الاولاني، فبتحاول برضو انك تتوازن عشان تخلي الشكل العام. لو انت خارج من المباراه بعد 1-0 تقول يعني جون كده بس نتيجه غلط، انما النادي الاهلي هو اللي استحوذ وهو اللي كان في الشوط الثاني كمان بيحاولوا اخطر. يعني كابتن اسامه، هل تاثر النادي الاهلي النهارده بعدم وجود فيندر تاني، لانه هو ده او قلب وسط ملعب اخر، انه ناس كثيره بتتكلم في هذا الموضوع؟ يعني انا معاك النهارده لو مدار 90 دقيقة مفيش أي هجمة ولا أي فرصة خطر على النادي الأهلي برغم وجود السولية وقفشة ووليد سليمان، وحتى بعد الطرد لما كانوا بالزبط موجودين برضو الثلاثة. لكن بقول لك يعني رب ضر نافعا، النهارده درس مهم جدا لفايلر عشان برضو التعرف أكتر على أجواء المباراة الأفريقية والحكام الأفريقي في أفريقيا كمان. والحكام كمان يتعرف عليهم بس. يعني النهارده ما أقدرش أقول إن النجم الساحلي لعب أو النجم الساحلي عمل مباراة كبيرة أو النجم الساحلي تغييراته أو لعبته، لا، أنا أقدر أقول اللي خسر النادي الأهلي النهارده هو حكم المباراة، الحكم البوتسواني، يعني 100% طبعا. قرار في أول 14 دقيقة طرد يعني أدى إلى استفزاز اللعيبة أكتر، بتلعب بنقص عادي بالرغم كمان أول المباراة تشوف فرقة النجم الساحلي كانت منكمشة ورا وبتلعب كلها، ده كله على مدار 90 دقيقة صح، حتى وأنت مطرود منك واحد كلهم تحت الكورة وكلهم بيدافعوا عاملين لك ألف حساب. لكن انا وجهه نظري الفنيه، ممكن التوليفه بتاعت عمرو السليه ووليد سليمان وقفشه تمشي معانا في الدوري المصري، لكن في مباريات الافريقيه الافضل او اليستحب يكون مع عمرو السليه واحد زي ديانج. النهارده برضو ظهور ديانج في الوقت اللي لعب فيه كان مكسب كبير، عمل لك توازن كبير في نص الملعب، حتى في عمليه الاستحواذ، حتى في عمليه افساد الهجمه من بدري. ده اللي كان بيميز حمدي فتحي في نص الملعب، لعب في الكرات المشتركه بيعرف يقطع الكوره، بيفسد الهجمات بتاعت الفرقه الثانيه، ده اللي قام بيه ديانج النهارده. فعشان بقول لك النهارده يعني من ضمن المكاسب، برغم ان احنا النهارده يعني خساره، والحمد لله انها خساره كمان في بدايه المجموعات طبعا. لسه عندك خارج ارضك وعندك كمان لسه يعني مشوار، ان شاء الله مباراه الهلال على ملعبك يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله نقدر نكسبها، وتقدر تكسب بلاتينيوم، وتقدر يعني والنجم جاي لك، والنجم جاي يعني لسه الحمد لله، زي بقول لك رب ضر نافعه جايه في البدايه. حتى كمان
احنا ما شاء الله المكسب حلو خلال الفتره اللي فاتت. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. واحنا اهو الاستوديو اهو كابتن، هنصعدوا اول مجموعه. لا لا اول مجموعه احنا هنصعد واول مجموعه ان شاء الله. عايزين يعني نقول رهان زي بتاع الكابتن بتنايه برضه ولا ايه؟ نقول رهان. على فكره على فكره هتلاقونا مستريحين هتلاقونا مطمنين هتلاقونا بنتكلم مستريحين لانه الاداء اللي احنا شفناه اداء مطمئن لخبراء كره القدم. هتلاقي كل الناس اللي بتتكلم او خبراء في كره القدم وكل جمهور الاهلي الحقيقه خلي بالك في حاجه برضه هم مطمنين يا كابتن اسامه لاداء وشكل النادي الاهلي. عندنا بس ايه اللي هي الحته العصبيه دي هتنزل شويه واكيد فايلر وكابتن سعد عبد الحفيظ هيكون لهم دور خلال الفتره اللي جايه في هذا الموضوع، هتبقى الامور بقت افضل. خلي بالك ساعات الكعبله لما بتيجي بدري تبقى احسن. ايوه لا تقدر تقوم وتسبق تاني وتعوض الكعبله. لا 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 ده الفرق ما بين النادي الاهلي واي حاجه. لا ما انت خلي بالك السنه اللي فاتت تعرضت لكبوه من اكبر الكبوات اللي تعرضت لها في حياتك كنادي اهلي وخدت الدوري. صحيح. ناسي؟ صحيح. لا انا بتكلم على بطوله افريقيا عشان الناس يعني رابطه الحلم الاكبر ليها طبعا بطوله افريقيا طبعا. فالحمد لله النهارده لما توقع الوقعه دي وانت لسه في بدايه المجموعات لسه عندك وقت كبير انك تستعيد تاني اوراقك. مش هقول يعني ان احنا الاداء لا الحمد لله الاداء يعني كويس جدا، وكمان خلال المباريات اللي فاتت الناس يعني مش متقبله غير الاربعات والخمسات. فلا النهارده برضو تصحيح المسار مره تانية. اللعيبه لازم يبقى فيه جهد اكبر خلال الفتره اللي جايه، تركيز في كل المباريات. عشان اكسب مباراه لازم يبقى فيه مجهود كبير حتى بالتفاصيل الصغيره، حتى لو في حكم ضدي، حتى لو في طارد، في الكلام ده كله، لا في دايما تفاصيل صغيره زي الهدف اللي جه النهارده. النهارده كان بدايه الهدف اوت بيتلعب. النهارده لو في تمركز صح من الاول من رامي ربيعه وهاني محمد هاني لو رجع واقف مكانه خلاص الراجل مهاجم واقف ما فيهاش خطوره، لكن النهارده كان راجع براحته اتلعبت بسرعه اتعملت في ظهر رامي ربيعه هدف. فاخطاء يعني ان شاء الله ما تتكررش تاني. وزي ما بقول لك يعني احنا لسه عند رهاننا ان شاء الله في نهايه دوري المجموعات في اخر مباراه ان شاء الله النادي الاهلي هيكون اول المجموعه ان شاء الله ويصعد لدور بعد كده. انا عايز اقول لك يا اسلام كمان يعني مقياس الرضا عند الناس اللي طبعا بتفهم كوره وكده هو الاداء. لان انت ممكن تبقى يعني تلعب ماتش وحش قوي وتكسب بالحظ، انما انت النهارده في ظل الاجواء دي كلها وادائك كويس وتغييراتك متزنه وقدرت تظبط نفسك من خلال الظروف دي ان انت تبقى شكلك كويس طول ال 90 دقيقة ده تفوق. وعايز ما تنساش النهارده برضو الطرد ده أثر عليك خلاك تطلع. أنا في رأيي يعني أهم عنصر في النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت هو وليد سليمان. وكان باين من البداية وليد في الكور المشتركة بتاعته إن هو كان متفوق وكان فايق بلغة الكورة. فأنت التغيير الاضطراري اللي اتعمل وخرج وليد، وليد محور الأداء خلال الفترة اللي فاتت وهداف النادي خلال الفترة اللي فاتت، ومع ذلك برضو احنا بنقول ان الاداء كان محترم واللعيبة وصلت برضو بالمباراة اللي هي الكرة الغلط الوحيد اللي حصل، انما الاداء في المجمل يطمننا احنا. عشان كده احنا لو احنا مغلوبين وادائنا وحش اعتقد ما كناش هنبقى قاعدين وبنضحك وبنتكلم يعني. خلي بالك حضرتك يا كابتن حشيش، ويمكن كان اسامه افتكر موجود في الاستوديو ده. عندما يكون الاهلي سيء بنطلع نقول ان الاهلي سيء. مظبوط. الاستوديو ده دايما كده يا كابتن عادل، دايما لما يبقى الاهلي وحش طبعا بيطلع يقول ان الاهلي ما بنرحمش حد يعني. فبالتالي انا شايف ان حضراتكم بتتكلموا بمنتهى المنطقيه الحقيقه يعني. بس هو في نقطه لازم برضو نشيل ليها. احيانا في الهزيمه المدرب بياخد وقت كبير قوي عشان يخرج الفرقه منها، لكن لما يكون ادائك مميز بيساعدك طبعا. يعني انت عندك المهمه بتبقى على المدرب مش مهمه صعبه. ليه؟ لو انت خسران وادائك سيء واخطائك كتيره تقدر تقول انك انت هتتعب مع اللعيبه. ولكن في نقطه مهمه برضو، احنا النادي الاهلي برضو في الاخطاء الصغيره اللي بتخلص مباراه. يعني احنا بنتكلم على ان النجم الساحلي ما هاجمش الا هجمه واحده ولكن كسب جاب جول. لازم نشتغل على كده طبعا. لازم نقول ان احنا كان عندنا خطا، عندنا خطا دفاعي، عندنا وقفه تمركز، عندنا الحاجات دي كلها مهمه يا كابتن حشيش. عندنا اندفاع من ايمن اشرف في حته معينه برضو يعني برضو لا شوف على حته الفاول. لا هو مش اندفاع قد ما هو ظلم حكم. انا معتقد ان هي ظلم حق لو طبعا. ايمن اشرف كان مسك فعلا والراجل رايح على الجول، لكن
دائما الكره اللي مش في الاستحواذ اللاعب وهو رايح لسه بعد ما يعدي منك ورايح على الجون وتمسكه هي دي طرد. بس انا برضو يا كابتن ما خلينا برضو عشان نشرح الكره راجعه عليه، فانا باصص فوق ويعني بعمل ايدي كده الاثنين كانوا ماسكين يعني والاثنين ماسكين ايد بعض فاهم يعني احتكاك عادي عشان نعم احتكاك عادي في كره القدم. ماشي انا بقول حتى لو ايمن حاجه احنا مش شايفينها يعني حاجه من خيال الحكم احنا مش شايفينها او معظم الناس اللي اتفرجت على الماتش مش شايفاها، انا الكره ببص كده وبعمل كده يعني على فكره احنا مش متعمد يعني انت مش متعمد. خلي بالك الكره كمان الكره هتطب هتنزل تروح للشناوي يعني مش راحه مثلا احنا يعني انت يا كابتن عادل ما فيش مدافع في الدنيا بيبقى معاه مهاجم وبقى دي عامله كده كابتن مش ممكن استحاله. مشيش في حاجه عايز اقولها لك، انا لو الكره دي الله زمان اللي حسبها كنت اقدر اقول ما هو الله اقرب لانه شايفه اقرب، لكن انا لما الكرة بتتعمل من قدام من طويلة عشان واحد يمسك واحد زاوية الرؤية بتاعة أيمن أشرف مستخبية على الحكم صح، الكرة بتبقى في وضع احنا هم كانوا بيحضروا وعملوها طويل واحنا عاملين زون وهم عملوها طويل وطالعين احنا على خط واحد وعملوها طويلة، فالحكم المسافة هتبقى ما بين 25 ل 30 ياردة ما بين الحكم وما بين القرار صحيح، فالقرار لما يجي يتاخد بيتاخد من الراجل المنوط بيها، المنوط بيها دي مين؟ في الهجمة المرتدة دايما او في الهجمات الطويلة اللي هي اللونج باص طبعا الحكم ما بيلحقش يروح لها يعني طبعا لانه هو مديله ليه مساعد علشان عدم تواجده في المكان، المساعد بيتلغي لما تتواجد في الحدث ممكن انت تشوف بعينيك وتلغي، ولكن نتكلم في حاجة ايجابية للنادي الاهلي وفي حاجة سلبية في النادي الاهلي. السلبية النهاردة الوقفة الدفاعية في الكور تمركز. اللي طول في افريقيا طول عمرنا اتعلمنا ولعبنا ماتشات كتير في افريقيا، المباراه جزء بيخلص مباراه صح. كاس عالم خلص بهفوه، كاس عالم خلص ببنالتي، لكن انت لما طول الوقت لازم يبقى عندك التحفظ الدفاعي علشان لما انا اكون متاخر جون هيبقى عندي عاوز اجيب التعادل وعاوز اكسب، لكن لو لو انا متعادل 0-0 دايما بنقول للعيبه ممكن اكسب في اي وقت اكسب في اي وقت، فالمهاجم مهاجم والمدافع مدافع صحيح. الفرقه دائما بتبقى نصين، النص اللي بيجيب جون وبيكسبني والنص اللي بيمنع جون وبيكسبني، وفي بينهم ناس بتساعد ان تجيب جون وفي منهم ناس بتساعد ان هي بتدافع، ولكن لما يكون في وقفه دفاعيه مش صح وما فيهاش سبورت لما واحد يغلط يبقى لازم تعرف انه كان في خطا في التمركز صحيح. فاكيد المدرب هيشتغل عليها لانه الافاده من المباراه افاده انك انت حتى لما تخسر بتعمل بتشتغل على الحاجات اللي انت اخطات فيها علشان ما تتكررش تاني صحيح. فعلشان كده بقول لك انه خساره النادي الاهلي النهارده مش الخساره اللي هي تخوف او تخوف تخوف، ولكن تخوف في الاخطاء الدفاعيه اللي الخطا الدفاعي الاول لان هم ما اشتغلوش المهاجمين. معلش انا ممكن يعني برضو نتناقش في الموضوع ده انا وحضرتك، الاخطاء الدفاعيه هو في دايما او في فرقه مهما كانت قوتها ما بيبقاش عندها اخطاء دفاعيه؟ بيبقى فيه، ولكن في مناطق ما ينفعش فيها اخطاء دفاعيه بمعنى وفي لعيبه وفي انديه ما ينفعش فيها اخطاء دفاعيه. يعني انا مثلا الانديه الكبيره والنادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا الاهداف اللي دائما بتخش فيه بتبقى فرصه بتبقى خطا المدافعين سوري مهاره المهاجمين اكتر من اخطاء المدافعين لان انت اذا هي في النهايه اخطاء، اصل خلي بال حضرتك كل الاهداف اللي بتيجي ما هي اخطاء. انا عايز اوصل مع حضرتك في ايه عشان بس النقاش ده الناس تقدر تستفيد منه، ان في النهايه ان ما فيش فرقه في العالم ما يبقاش عندها اخطاء، هي دي النقطة أو هو ده مغزى الكلام. أنا موافقك بس نوعية الخطأ طبعا بمعنى إيه؟ بمعنى يا كابتن الفرق الكبيرة ما ينفعش يبقى عندها أخطاء تمركز لأن خطأ التمركز لأن هي لما قالوا الطليان لما جت تعمل الطريقة الدفاعية الكاتناتشو اللي بيعملوها بتعتمد على إيه؟ على التمركز الجيد وتصليح التمركز، فإحنا في لما يبقى عندك خطأ في التمركز لازم بيبقى في واحد بيصلحه وراك. انت النهارده الراجل ياسين الشيخاوي كان ورا رامي وكان تغطيه من احمد فتحي الناحيه الثانيه، لا كان محمد هاني كان بيغطي محمد هاني. المفترض اني
اول ما الكوره بتتعمل انا زي المهاجم، المهاجم بيتوقع ان هي تعدي من فوق راس المدافع، تمام. انا انا اللاعب الثاني بتاع الفرقه بتاعتي، انا ببقى متوقع إن برضو انها زميل يغلط، زميل هيخطا. اول حاجه بعملها اول ما بشوفها باخد الخطوتين الثلاثه، حتى لو كان ياسين خد على صدره وعدى، لكن هو خد التاني. لكن هو القرار بتاع محمد هاني كان ايه؟ انه يدافع على اللي ورا علشان لو الكره اتعملت طويله، ولكن طالما شفت الكره اتلغت ان هي بقت قصيره، شايفها مش صعبه قوي على محمد هاني بصراحه. انا شايف ان هي غلطه، للاسف احنا معناش غلطه تقدير يا لا كابتن، انا شايف تقدير من رامي. بص يا كابتن، تقدير الكوره بس، الباك رايت بيبقى مظلوم في الحاجات دي، معلش يا كابتن. لانه ياسين الشيخاوي جاي منين؟ من النص بس، هو ده يعني، ده انا دلوقتي، وخلي بالك قفشه واقف كمان، حتى يعني انا واقف والراجل جاي في وش كده، وبيني وبينه يارده واحده يعني، مفيش، مش هقدر اخش اكتر من كده، لانه عارف لو لمسها، لو انا دخلت اكتر من كده وياسين لمسها للي جاي، ما هو اللي جاي جايب جول. ما هو الرؤيه طبعا هي بتبقى خبرات، لا يعني خبرات مع الوقت. لا يعني عادل، هي غلط. يعني عايز اقول لك، يعني عايز اقول لك كلامك مظبوط يا كابتن اسلام، ولكن اصل انا احس بيها وجع لي قلبي. لا انت انت بص، عايز اقول لك حاجه، انت ممكن تحس بيها وانت عملتها كتير اكيد. عملتها، لا كنت بتخش، ممكن تخش غايه العرض القريبه قوي قوي، صح قوي جدا، كنت ممكن تخش غايه العرض القريبه. بص يا كابتن اسلام، عايز اقول لك كلمه في الحته الدفاعيه، زي ما بدون تمركز لاي منطقه، بمعنى انك انت طول ما انت واقف لازم حتى تروح تغطي على الباك ليفت لو انت باك رايت، طبعا لا على حدث الكوره نفسه، بس ده كوره سريعه في كوره بتبقى يعني سريعه. بص وجهه نظري، وجهه طبعا نظري. انا بس بتناقش عشان لا انا اقول لك حاجه، وجهه نظري. بص الفرق الكبيره قوي كابتن عادل زي النادي الاهلي ما يبقاش فيها خطا تمركز خالص، لو ان لو انت عشان تمنع الخطا بتاع التمركز من الاول، كوره من بدايتها كانت اوت، كانت هجمه مرتده للنجم الساحلي اوت، اتلعب بسرعه. لو رامي ربيعه رجع بسرعه ومحمد هاني وقف والراجل الشيخاوي في صدره قدامه، خلاص انت منعت الهدف. يبقى مين الاخطر؟ يبقى مين الاخطر؟ كان ياسين الشيخاوي. ما انا بقول لك، يبقى كانت عايزه سرعه، يعني سرعه شويه في الاتجاه عشان توقف الوقفه الصح. لو رامي كان جاي بطيء، يبقى احنا نعمل ايه؟ نصلح رامي ما يجيش على مكانه. كان نفسي يبقى معانا رامي، ايه التوقيت ده؟ انا كان نفسي اوري لحضراتكم كل هدف، لانه يعني ممكن جدا يكون محمد هاني فيها. طب انا اقول لك على حاجه ثانيه، يعني هقول لك على حاجه ثانيه تحليل ليها. انت عارف مين اللي كان جاي مع الشيخاوي ووقف؟ قفشه، علشان يسلموا للسجلات. لا لا قفشه، ما لو الكوره معانا، انا ما بتكلمش ان هو، لا لا انا معتبر الخطا، انا في رايي انا هو تقدير كرة عالية لرامي مش محمد هاني. او رامي جاي، بص يا كابتن انا وجهة نظري ايه، طالما انت جاي بطيء، طالما انت جيت بطيء في التغطية بتاعتك، يبقى مش مكانك، ما ترجعش على مكانك. لا كابتن قفشة، تعرف ممكن مين اللي كان يرجع اسرع؟ يعني مش الضروري انت بتبقى مثلا سرد باك تروح تدافع من حتة السرد باك، لا طبعا. الضروري ممكن انت، علشان كانت هتبقى اسرع يا كابتن اسامه، ممكن كان علي معلول، انا اروح مكان علي معلول لو انا مش هلحق وانزل. انا مش بتكلم على الكوره دي، انا بتكلم عامه اكتر حته، يعني التمركز بتاعك في الرجوع، ارجع لاقرب مكان، والاقرب مكان يرجع لاقرب مكان ليه؟ لاني لو كل لعيب هاجم ورجع مكانه هيعمل له حوالي 80 متر عموما. لكن لو رجعت على معلش يا كابتن اسلام عشان دي مهم، لكن لو رجعت على نص الملعب هتجري حوالي 20 متر، وبتاع نص الملعب هيجري حوالي 20 متر، والمدافع يجري 20 متر. عموما النقاش مهم جدا، اعتقد ان جمهور النادي الاهلي راضي عن اداء النادي الاهلي النهارده في يوم زي النهارده، وطبعا محدش هيبقى راضي عن هزيمه النادي الاهلي، ولكن في النهايه اعتقد يا كابتن حشيش، كابتن عادل، كابتن اسامه، أداء مطمئن لكل جمهور النادي الأهلي، أداء محفز للمباريات القادمة. في كلمة في كلمة في كلمة عشان الوقت بس، بقول لجمهور النادي الأهلي يعني هارد لك طبعا، ما تزعلوش من فرقتكم النهاردة، فرقتكم فرقة محترمة واقفة على رجليها النهاردة برغم الظروف الصعبة جدا جدا اللي يعني ما بتتكررش كتير، وبرغم الظروف دي الفرقة كان ماشية برتم كويس. الجون جه يعني خطأ ممكن وارد في يعني برضو، معلش يا كابتن حشيش، كابتن ناصر عباس
دلوقتي بيقول ان الطرد طبعا طرد غير مستحق. اه طيب. يعني احنا طيب. بنحاول نجيب برضو كل ردود الافعال على ده اللي بيأكد كلامنا هو بالزبط. احنا برضو ناس من وحكم كبير زي كابتن ناصر يعني برضو بيأكد الحتة دي. طبعا طرد زي ما قلنا وهنكرر في اول 10 دقايق ولا اول ربع ساعة ده بيأثر على اي فرقة مع الاصابات اللي موجودة. بخلاف كده النادي الاهلي كان له شخصيته هو والجهاز الفني، واعتقد دي مباراة خارج الارض ان شاء الله باذن الله تبقى دافع كبير ناخد منها ان شاء الله الايجابيات. تمام. ان شاء الله ونبدا مرحلة جديدة في المجموعة. كابتن عادل. اطمئنان كامل بان وثقة كبيرة قوي في لعيبة النادي الاهلي في الفترة الحالية وفي جهازهم الفني ان هم هيخرجوا بسرعة من الهزيمة. رغم هذا انا طول عمرنا اللي بيميزنا ان احنا ما بنرتاش بالهزيمة حتى الظلم. لما بيجي علينا ظلم بنزعل، من حقنا ان احنا نزعل عادي جدا، لكن من حق الفريق ان هو يرجع ويلعب ويكسب ويفرح الناس تاني ويوصل، وان شاء الله بطوله افريقيا ده الهدف الاسمى للنادي الاهلي السنه دي. كابتن اسامه، يعني خساره النهارده بعيده عن الفنيات وبعيده عن شغل الملعب من حكم خلص المباراه في لقطه هي طرد مدافع الاهلي ايمن اشرف، لكن زي ما بقول لك الحمد لله يعني الخساره جت بدري، ممكن نتداركها ان شاء الله في المباريات القادمه. الاهلي قادر برضو ان شاء الله نكسب المباريات القادمه ونصعد كمان اول المجموعه. من المرات القليله في كره القدم لما فريق بيخسر وبنطلع نثني عليه، النهارده فعلا النادي الاهلي رغم الخساره بنثني على الجهاز الفني وكمان على اللاعبين على روحهم وادائهم طوال 90 دقيقه قبل الطرد وبعد الطرد كمان. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق في المباريات القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن حشيش، شكرا جزيلا يا كابتن عادل، شكرا جزيلا يا كابتن اسامه. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل استقبل دكتور احمد ثابت اهم نقاط او اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه.